حالة من الحالات مهمة جدا جدا. انا هرجع بس تاني، هرجع تاني كده الاول. شوف جهات جريشة هنا كابتن، هقف هقف كابتن ايمن. هذه الحالة من الحالات الصعبة والدقيقة جدا، محتاجة تفاصيل كتيرة جدا لحكم المباراة. هنا التفاصيل هنا ما كانتش موجودة عند جهات، هو هنا خد بالشكل وبالتالي خلى اللعب يتواصل ويستمر، وشايف من هنا مفيش مخالفه. ولكن بس كابتن تمركزه كويس جدا 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 كابتن محمد، في حاجه مهمه جدا، ممكن اكون عندي زاويه رؤيه واضحه وتمركزي رائع، ولكن تفاصيل الحاله صعب. انا عندي مش موجوده صح. يعني انا دايما اقول للحكام ايه، ما تخش بالشكل كابتن علاء في الحاله وخد بالتفاصيل الحاله. يعني طبعا دي لو ما فيش فار ما تتحسبش خلاص. ما هو جهاد ما حسبش يا كابتن ايمن، هو هنا جهاد خلى اللعب يستمر هنا وقال ما فيش. تاني هنا جهاد، لما نشوف جهاد هنا خد القرار ان مفيش مخالفه. ايوه هرجع بقى لصبحي العمراوي وسيد حمزه على الفار. هنا اللعب توقف ونشوف الحاله ديت. هنا المخالفه كابتن، هنا بالقدم اليسرى للاعب اللي هي الرجل في رجل من تحت والعقم موجوده. جهاد ريشا راح للفار ولم يكابر ان هو عنده لقطه بتقول عكس ما هو قاله في الملعب يا كابتن يوسف. صح. وبالتالي هنا رجع احتسب ركله الجزاء، وانا شايف ان القرار هنا كان فيه تعاون من جهاد، وهو طبعا راح للفار هنا والمخالفه موجوده والقدم موجوده والعقم موجود. اول مره الفار ينصفنا. الفار النهارده، انا بقول النهارده صبحي العمراوي تاني، بقول سيد حمزه وصبحي العمراوي النهارده امتياز حكام منطقه اسكندريه كابتن ايمن. النهارده كانوا مركزين جدا جدا، وحاله من الحالات المهمه جدا النهارده نجح الفار في ان هو يحسب ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي، على الرغم ان جهاد ما كانش حسبها، ولكن هنا ركله جزاء صحيحه والعرقله موجوده.